واش الجارات كنتمنى كاملين تكونوا بخير ولا خير. كيف ما كتعرفوا فيديو جديد اليوم على مقابلة الرجاء العالمي والمغرب فاس، يدينا ثلاثة نقاط غالية وثمينة بعد بزاف ديال الإكراهات، بعد بزاف ديال الحوايج اللي وقعوا في هذه المقابلة. مقابلة كانت صعيبة بزاف على الأعصاب، أنا مقوش أنني تعصب تعصب وليش كنضحك كنشوفه كنضحك كنقول يا ربي ما تكون شي صدمة وصافي هادشي اللي كاين. كيف ما كتعرفوا غنبداو على المقابلة. نيشان تازكا جمالك هو المايك شاد معنا مايك فاسي شاد معنا الطط شاد معنا الطط بعلينا غندوزو نيشان المقابلة وغنهضرو على المقابلة. ليتس جو. اول حاجه دقيقه 10 كره عند بالعمري كره عند مقدام طن عند من عند مبارك طن عند بوزوق طن عند نفاتي طن بوغرين كيحاول ليه الكره عند بولكسو طن كونترول زوين زيد اخويا شنو تما اجي طن هنا كنشوفوا باللي التيكي تاكا الرجاويه زريده في الميليوتيران في بلاصه المكازي السخيفه كره عند مبارك طن عند بالعمري تسديده بوم هجمه كانت رائعه. حد الساعه دقيقه 10 الراجا كدور في الكره شفنا التيكي تاكا شفنا كره محكوكه. اجي اخويا غندوزو حتى الساعه الامور مزيانه. ارى لي شوف واد موهوب ما كانش في المقابله اليوم، موهوب ما غنطيحوش ليه المورال، ما غنقولوا والو، ما غنقولوا حتى شي حاجه، غنتمنوا ليه الله يدير ليه شي تاويل الفرده مشى مدلوم. هادشي اللي كاين. كره عند بوزوق تسديده بوم تدخل الحارس دقيقه 12 الامور كامله مزيانه امور كامله. اي 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 النينجا نينجا نينجا واش ناري قودوا اليوم كحلو غلطوس اخويا شنو تما بوزوق تسديده مزيانه النينجا تدخل النينجا نضحكوا معاه شويه بالنينجا. تحيه رجاويه مساويه كره عند بوزوق يعطي تمريره الموهوب موهوب عرفتو ما داخلش المقابله. الكره دي علاش ما تبعهاش قريب لك هاي كنتي غادي عنده وقف شو باقة عاود تجريجي انا عرفت موهوب باللي عنده شي حاجة ماشي تلي. انا كنشوفو باللي ورقة صفراء تمويه من لاعب ديال المغرب فاسي اللي ما فيهاش ضربات جزاء انا عطاها صفراء. هنا موهوب ما عاقش واللعابة كامل ما عاقوش باللي حكم غتموهو في ضربة جزاء ما غتاخدهاش فهمتيني ولا لا. انا غنشوفو غندوز دقيقة 24 ما فيهاش ضربة جزاء هادي واخا تبان لكم هذاك البلون ولكن راه ما عرفتش عليه. غنشوفو هنا دقيقة 24 كرة عند من انا خفيفي تدخل خاطئ وهنا تدخل لاعب ديال ما دخل حتى شي واحد لاعب ديال المغرب فاسي ضيعها واحد بداو اللي كان متحرك في الشوط الاول. انا غندوزو النفاتي اللي ضربه بتصليعه ناضيه النفاتي كيربي الشعر عرفو غيكون زرق يبان لك ضرب تصليعه عرف اخويا غيكون مزيان النفاتي. كره هاد مبارك طن هاد بوزوق طن هاد من هاد النفاتي الله ضريبه بوم والنينجا تدخل غير موفق ضريبه نقيه اخويا كتبوس فيا المايك والمايك النينجا والمايك الله يهديك. نشوفوا جماهير الرجاويه تنقل الى مدينه برشيده في الدوره كاين اللي جا في سونطروا كاين اللي جا في بيكالا كاين اللي جا في كار عريبان بخمسه دراهم داكشي زوين كاين اللي جاي في الترانم ديفولي طاكسي عاوتاني بلاد مخالقه سطيبه. انا كنشوفوا بوم نفاتي اي 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 نفاتي كيعطينا اول اهداف ديال المقابله. نفاتي اللي دار مقابله زوينه في الشوط الاول فوالا نفاتي هدف رائع. جماهير الرجاويه يعني نفاتي ضربه بتصليعه عرف باللي الامور غترجع مزيانه فوالا راه كنشجعوا موهوب ولكن موهوب راه ما عرفناش شنو موهوب غندير عليه حلقه خاصه ما غنهضرش عليه اليوم ولكن غندير عليه الحلقه خاصه على هذا الشيء اللي طرا ليه فهمتيني حيت غير عادي فهمتيني. انا كنشوفو نسيله ديال نفاتي فينيسيو زوينه بوك هدف بيت موهوب ملي اول مقابله ليه اصابه ثاني مقابله ليه من بعد العوده ضيع بزاف وضيع لنا بزاف ديال الليفار واليوم ورقه حمراء شي حاجه ماشي عاديه ديال اللعاب هذا. غندوزو هنا كره المغرب فاسي دقيقه 39 صراحه جماهير الفاسي عارفكم كتفرجوا هنايا ولكن المغرب فاسي راه في حاله كارثيه راه ما يمكنش بوراه وحنا خارج لنا ورقه حمراء ما شفناش الفاعليه ديال المغرب فاسي عارفين القوه ديال الرجاء ولكن المغرب فاسي راه ما يمكنش اصاحبي كارثه
كارثه. كونترول رائع من نافاتي هنا غيعطي كره عاد من عاد بوزوق، بوزوق هنا اللي كيعطيها الموهوب، موهوب هنايا تمويه ورقه صفراء ثانيه. حكم كان قاسي، كان قاسي واحد شويه، ولكن الا جيتي تشوف عطا ورقه صفراء ديال اللاعب ديال المغرب فاسي في الشوط الاول. اذا انت هنا كيستاهل ورقه صفراء، هنا كاينه ورقه صفراء، حكم ما رحموش. ولكن هنا فين كان المشكل؟ هافي كان المشكل هنايا، انا ورقه صفراء اللي خداها موهوب. انا اللي هنا كان 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 انا كان موهوب بقي شويه ممكنش، موهوب ما عندوش تحرميه ديال الكره، بقي موهوب ما عليه الضغط وما عرفتش. هو 20 سنه ولاعب اللي باقي يعطي بزاف، وبحال مدرب دار عليه الضغط حتى هو انه دخلو رسمي، ويلا مضيع بزاف الكواري في ماتش اللي فات. ما عرفتش شنو واقع على الدري، ما بغيتش نزيد نطيحو اكثر، ولكن اللي غادي نقول هو نشجعو. ما كطيح البقره كيكثروا الجناوه، نزيدو نشجعو، ما نكثروش عليه بزاف، وندعموه ونشوفو شنو كاين. حيت الدري هادشي اللي كيوقع ليه راه غير عادي، بحال شي واحد ضرب باش العين، بحال شي واحد افهمني خدم معايا دماغك. اول مقابله ليه صاحبي اصابه، من بعد العوده ضيع بزاف، وتزيد عاوتاني انك المدرب يدخلك باش تزيد ترد الثقه تاخذ حمراء، شي حاجه ما عرفتش. راه كاين العين وكاين الحسد وكاين بزاف الحوايج. نقلبوا عليه، قلبوا الصفحه ديال الموهوب وخليه خليه خليه. انا غنشوفوا هنا شنو دقيقه 45 تسديده رائعه وتدخل الزنيتي اللي صراحه هذا هو انس الزنيتي. هذا هو الحارس راه كيعاونك، انا وانس الحارس راه كيعاون، هذا هو انس. الحمد لله ملي فقتي في المقابله اللي بغيناك تفيق فيها، فهمتيني؟ هذا الفريق ديالك السابق المغرب فاز هنا، كره زوينه، دخل الزرهوني، الزرهوني خويا زيد شنو تما، قال الزرهوني يلا شاد البالون الله تواشى زيد، راه الزرهوني شنو تما عطيها يلا بولكسوت بولكسوت الزرهوني، الزرهوني ضرب 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 ضرب، وانا ريال فينيسيو يا الزرهوني ليكم عليها. الزرهوني كيتوغل زيد شنو تما، زوار زرهوني 32 مشلل عطينا بول زيد او ضرب ضرب، وضرب بوزوق ضرب، وضرب بوزوق ضرب اصاحبي ضرب، واضرب بوزوق ضرب، واضرب اخويا ضرب ضرب. هنا فين بدات، هنا فين بدات العافيه. كرة عند مقدام، مقدام المايك تكيس عليا واش تلاصق فيا انا فين مشيت تلصق فيا. راه كرة عند من هاد بولكسوت، بولكسوت كيعطيها هنا الزريده، الزريده كيتوغل كيعطيها البوزوق، بوزوق شنو تما كيراوغ كيتفرول كيتكرول كيتهرول كيتمرول، ما فيهاش ضربه جزاء، ما فيهاش ضربه جزاء اخي الزرهوني. مالك المايك معايا عصبتيني اليوم، خلينا صاحبي نشوفوا المقابله. الله يهديك هذا المايك، الله يهديك هذا المايك. كره شنو هو الحكم، الحكم اللي كارثي اليوم، دار اخطاء بدائيه. نشوفوا ضربه جزاء تدخل الفار، ما فيهاش ضربه جزاء بحال ديال المغرب فاسد الاولى، ما نكذبوش. ندوزو انا كره عند من بوزو غياخذ ورقه صفراء، الحكم الصفرات ما بغاهم حد اليوم. يلا الزرهوني زيد بعدو من الحكم، اجي نشوفوا حنا شنو عندنا. المغرب فاسد هذا كيتوغل غادي كيراوغ زيد، لاعب مزيان هذا كيبان زيد. كرة عاد من عند النينجا، النينجا كيعطيها البريسينغ زوين زيد يلا يلا. هنا ما فيها الصفرة، دخل بولكسوت زيد بولكسوت يلا يلا، عاود بولكسوت عطيها يلا 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 يلا. ناري 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 الدراري، ناري ناري زيد شنو تما يلا عطيني يلا الدراري يلا. شاربين الدوا اليوم ولا مالكم؟ كرة عاد مبارك طل العياقة الطالونة زريدة الله لا باس بيش نيتا ناري لا تريحتي ضيعتي ضيعتي. يا دراري 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 دراري، سرهوني تسنيتك ضرب البوطو هادي يا صاحبي، ولا تسنيتك ماركيها مالكم؟ مع ناري وعطي شي باس ناقص، شو شحال كنضيعو شو شحال كنضيعو. هنا جات كورة عند المغرب فاسي غناخدو عاوتاني. الزرهوني ملي دخل بدل الماتش تبارك الزرهوني، ستار ديال الدوري المغربي ودير الراجل. سير سير الدري مجي فورما تبارك الله، اللهم بارك الله يبعد لك العين، عطيها خويا لمن يلا بوزوق ضرب. ياي كنضيعو 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 يلا لويت يلا مونامي مونامي ايوا مونامي انت مالك مالك مونامي مالك مونامي
مونامي مونامي ما تشزف تشتاي. يلا ندوز الطروة الطروة زيد عندو كونترول مزيان الكرة عند ميليو تيران. يلا زيد باس زوين عند من هاد المونامي المونامي كي سونتري زنيتشي. هذا هو الزنيتشي اللي كنعرفه هذا هو الزنيتشي. واش ديما نقول لك راه لاعبين ضد الماس باش دير بحال هكذا. يلا زيد كرة عند من عند زريدة زريدة كيخرج باس زوين هنا يا الزرهوني كي كيدير كوفرتشو مزيان كرة عند من عند مباري سير يلا يلم الكيتا شو لم الكيتا يلا زيلة يلا زيلة شت الفينيسيو مقتول ضرب ضرب هاويلي على الضرب هاويلي على الضرب هاويلي على زيلة شو واسا خديش خديش الوقت ديالك الكافي كون كنتي فنان كون عطيتيها المباريك شا ولكن شناهين شناهين شي كيبقى فيا الحال غندمو عليه من بعد. يلا كرة عند من كرة الزرهوني الزرهوني لمن كيعطيها هنا كونترا تاك. يلا عند من زيلة زيلة كيشونجي البالون يلا عند من عند بوزوق 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 اي 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 يضرب ضرب ضرب تضرب في الاول تضرب تضرب في الاول اصاحبي تضرب في الاول ما فهمتكش انا بوزوق تضرب في الاول اصاحبي حتى مشات لك فينيسيو كانت عندك مزيانة مالك مالك يا صاحبي مالك مالك هنا 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 درتي لي كروش هنا عرفتي علاش ما ضربش بوزو حيت الكوشي هي صمكه هاتها مي كادريش هنا هنا مدرب خصو يشوف هادشي خصو يدير الفيزيوناج على المقابله ها انت شوف لي بالسهم بيو ايا بيو بيو ولا بيو الفوق بوزو الكوشي هي صمكه صمكه صمقوقيه هنا غنشوف الزيت شنو عاد من الكره المغرب فاسي زرقين صاحبي اللاعب دول فيه واش ما مخلصينش واش ما مترينيش جمهور فاس هاد اللعاب عندكم ديروا لي شي تاويل هضروا معاهم صاحبي راه خصهم يفيقوا معاكم شويه. يلا كره عند من عاد من عاد زريده 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 كره عند من يلا سير بوزوق يلا بوزو سير دير شي حاجه بوزوق دير شي حاجه يلا مع مونامي مع اي 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 مونامي تكرفس لي اي ضرب ضرب اي لي زيله ضرب صح ونامي تبعد اليوم الكارير ديال سالا يلا يلا الزرولي الزرولي شنو تما يلا عطينا هنا كره عند من عند زريده زريده دار مقابله كبيره لعب ميليو تيران لعب ارير درواق مبارك مبارك ميليو تيران محكوم يلا لما غتعطيها لزريده زريده كيعطيها لمبارك مبارك لما زيده مبارك عاود عطيها مبارك يا ناري بعد اليوم ونامي اليوم ونامي تبعد اليوم ونامي اي 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 المونامي الكارير ديالو سهله. المهم هادشي اللي كان على التحليل اليوم نتمنوا خير وهادشي اللي كاين ديما راجع خلي الراي داك في كومونتير الفينيسي وما كايناش ضيعنا بزاف ضيعنا المهم ثلاثه النقاط وهادشي اللي كاين ديما راجع تابونيتيش شغلك هذاك راق.